سي فريد باب دخلتنا الليله انا من منطلق الوقايه خير من العلاج باش نحكي في موضوع نعتبره مهم جدا مم. لانه اليوم يبدو انه عندنا نهايه موسم باش تكون فيها انفلات رياضي على جميع المستويات يا ساتر اي سي يوسف مؤشرات قول أي سي يوسف انا المره الاخرى تكلمت على المسؤولين وعلى الكالندري وكل شيء هو ديجا بدينا ما بديناش نبدأ وانهالت عليك الشتاء من كل اللي صوب مش مشكل مش مشكل احنا نعطي راينا اللي هو يخصنا بطبيعة الحال والباقي اذا كل واحد كيف شي يقيم على كل حال بطبيعة الحال احنا اليوم الناس اللي تسير في كورة معتبرين يعتبروا وكانهم كان هيئة تسيرية تويك الجامعة ما عادش جامعة رسمية بارتير 15 مارس على 2016 على 2016 مارس باش يكونوا كان التسييريه وبالنسبه احنا في تونس التسييريه هذاك معناتها انسان كلاسي ما نعتبروش موجود وهذايا اللي يقلق اكثر شفنا اللي صار في الماتشات الاخرانيين واللي صار قبل واللي باش يصير الجاي انا نحب نعمل نداء للعقلاء اللي في اللي موجودين في البلاد، ما كان كي يكون فما مشكل سي باقي الباقي، فما ناس عقلاء تتدخل وتهدأ الأمور وتحاول باش تلطف الأجواء وكل شيء. اليوم آه أنا نقول أنه على رؤساء الجمعيات من آه أكبر نادي في تونس إلى أخر درجة في تونس، يعني كلهم على بعضهم يزمهم يلقوا حل لل... للي قاعد ساير من عنف ومن انفلات في الملاعب على جميع المستويات ومرة أخرى دي نقول رم هما المسؤولين على الشيء هذا لأنه إذا كان هما العلاقات متحهم تبدأ واضحة للعيين وفما تبادل بيناتهم وفما علاقات طيبة ويشوفوا اللي فما بلغات كي حلوة بيناتهم وفما راهو الجماهير الرياضية تتبع الجمعيه الرياضيه وقت اللي تدخل الاستاد نتاع كوره ألف 20000 30, 30000 احنا ما عادش اكل 40000 50000 ألف حسره كنا تولينا لنا نتمناو نشوفوا 20000 في الاستاد حاولوا يشوفوا زوز رؤساء نتاع جمعيات واقفين مع بعضهم كل ماتش راي ناكد لك انا عندها تاثير ايجابي كبير على الجماهير الرياضيه